السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الحوز في قلوب مغاربة العالم. وهذه السلسلة أطلقتها قناة أواصر التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج. الهدف من السلسلة هو إخبار أو تفاعل مع ما قامت به الجالية المغربية أو بعض رموز الجالية، بعض كفاءات، بعض أبناء الجالية في سياق تفاعل المغاربة عامة وخاصة من أعلى سلطة في البلاد مع أبسط المواطنين هنا في الداخل وفي الخارج مع تداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب منذ أسابيع. كانت هناك حلقات سابقة وهناك حلقات قادمة إن شاء الله. في حلقة سابقة كانت استدعينا مجموعة من الكفاءات المغربية من كندا، من هولندا، من بلجيكا، ولكن هذه الحلقة مخصصة بالتحديد لبعض الكفاءات المغربية من إيطاليا بالتحديد. وهذه طبعا النماذج التي معنا الضيوف الكرام الذين نرحب بهم، مو فقط نعينا طبعا بمناع لائحة صعبة محصورة من الكفاءات المغربية. نرحب بالضيوف الخمس معنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. البداية مع الأستاذة غفران حجراوي، وهي مؤطرة في مجال الأمن بإحدى الشركات الإيطالية. معنا أيضا الأستاذ يونس ميشاوي، وهو إطار طبي وكاتب صحفي. معنا أيضا الأستاذ يونس أفلوس، خريج جامعة أريانتال بمدينة نابولي. معنا كذلك الأستاذ العربي بوحافة، وهو رئيس تحرير الجريدة العربية بإيطاليا. وأخيرا معنا الأستاذ محمد حشاوي، وهو عضو بالفيدرالية الإسلامية بجهة توسكانا. الهدف الأساتذة والضيوف الكرام أن الكلمة لكم أولا وأخيرا، المهمة دي فقط تروم التسيير، لأن نريد للمشاهدين الكرام أن يعينوا ما الذي قامت به نسبة الجالية المغربية بإيطاليا أو نسبة منها، لأنكم في نهاية المطاف ثم تسألون أو ناطقون بشكل أو بآخر باسم هذه الجالية. نبدأ مع أستاذ يوسف ميشاوي، أنتم إطار طبي هناك في إيطاليا، نفس السؤال طبعا، ولكن مع الخصوصية أنكم إطار طبي. من جهة ثانية، ما هي أولى المبادرات التي صدرت عنكم في إطار التفاعل سيدي يونس؟ السلام عليكم أستاذي الفاضل، شكرا على هذه الدعوة. من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، توجهوا إليكم ومن خلالكم إلى قناتكم الموقرة بخالص عباراتي الشكر والثناء على مثل هذه المبادرات التي يعني من شأنها أن تكرس قيم المواطنة ما بين مغاربة الداخل ومغاربة الخارج. قبل الإجابة على سؤالكم سيدي الفاضل، ما يلفت الانتباه ويستوجب الوقوف عنده هو هذه الملحمة ديال التضامن الشعبي الواسع مع ضحايا هذه الفاجعة. المغاربة وهذا ليس غريبا عنهم، بمختلف فئاتهم قاموا بملحمة غير مسبوقة في هذا الصدد. نحن شاهدنا القوافل التي انطلقت من كل المدن والحواضر والمداشر نحو المناطق المنكوبة، ويكفي ما طالعناه على منصات التواصل الاجتماعي التي ضجت بتلكم المشاهد المؤثرة التي عكست روح التضامن والتآزر مع الضحايا وقامت بتوثيق بعض فصوله. عودة إلى سؤالكم أستاذي الفاضل، كيف استقبلت الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا خبر الزلزال؟ طبيعة الحال أول شعور انتابنا، وهذا شعور أظنه بل أعتقد جازما أنني أتقاسمه مع جميع الإخوة، سواء الأخت التي تدخلت أو الإخوة الذين سوف يعني يتدخلوا من بعدي، انتابنا شعور يعني مفاده الصدمة والفزع والهلع. صارعنا إلى هواتفنا النقالة من أجل التواصل مع الأهل والأحباب في الوطن، وكنا جثامين هامدة أمام شاشات التلفاز نستقي الأخبار والمعلومات حول الكارثة. أكرر، أظن أنه لا أحد منا داعب النوم جفونه في تلك الليلة، والوطن يئن تحت صدمة الزلزال. كم هائل لا يعد ولا يحصى من المكالمات ومن الرسائل تلقيناها من أصدقائنا الإيطاليين، من زملاء العمل، من ممثلي المؤسسات الإيطالية الرسمية، الكل يسأل ويستفسر عن الخبر الصاعقة.
أظن وبدون مبالغة أنها كانت ليلة سوف تظل أو تظل عالقة في الأذهان لأمد بعيد. طبعا الشق الثاني من سؤالكم أخي الفاضل، تكلمتم عن المبادرات، فمن طبيعة الحال بالنسبة لعملي كإطار طبي، أول مبادرة قمنا بالتواصل مع منظمة أطباء بلا حدود من أجل معرفة هل هناك إمكانية لتفعيل مبادرات لمساعدة منكوبي الزلزال، وفعلا قمنا بالانخراط في حملة واسعة لدعم الضحايا سواء بالدعاية من إيطاليا للتبرع لفائدة المنظمة أو من خلال بعض الزملاء الذين ينشطون في المغرب والذين انتقلوا بمجرد سماعهم للخبر الفاجع، انتقلوا لعين المكان لإسعاف المصابين وتقديم المساعدات الطبية للمحتاجين. طبيعة الحال هناك شق آخر من المبادرات، وهي بحكم أنني متطوع كذلك في الصليب الأحمر الإيطالي، تواصلت مع فرع الصليب في المدينة التي أقطن بها وهي مدينة فيرونا بشمال إيطاليا، وتم التنسيق من أجل حملة تشمل التبرع الواسع من طبيعة الحال بالمواد العينية كالأغطية والخيام والأسرة والأدوية والملابس، وبحمد الله تعالى انضمت إلى هذه الحملة العديد من الجمعيات الناشطة بالحقل الإنساني، إضافة إلى الانخراط التام لمصالح الحماية الاجتماعية لبلدية الإقامة. والحمد لله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتضافر جهود الإخوة، تم ملء ثلاث حاويات في تقريبا اليومين القليلين الماضيين، والحمد لله سوف يتم إرسالها إلى المغرب، هذه الحاويات التي تضم مواد أساسية كالخيام والأغطية والأسرة والملابس. الشق الثالث والأخير وأختم به حتى أتعى الفرصة لباقي المتدخلين، كفاعل جمعوي وناشط في المجال الدعوي قمنا كذلك بدعوة إلى مساندة منكوبي الزلزال من خلال دعوة المراكز الثقافية الإسلامية لتخصيص مداخل الجمع من التبرعات الطوعية لفائدة ضحايا الزلزال وضخها مباشرة في الصندوق الذي أحدثته الدولة لهذا الغرض. سيدي يوسف ميشاوي، قبل تكلمت معك كإطار طبي، دابا كتكلم معك بالكاسكيطة الثانية أنك كاتب صحفي، واش ممكن تعطينا شي فكرة عامة نوعا ما أو مركزة بخصوص التفاعل ديال لنقل الرأي العام الإيطالي إن صح التعبير، وجزء منه الإعلام الإيطالي، ولو أن الأستاذ سيدي العربي بوحفا هو اللي نفضل لك تكلمنا على الاعلام الايطالي، ولكن بحكم اعطينا فكره عامه على طبيعه تفاعل الراي العام الايطالي. سيدي يونس، شكرا استاذي الفاضل على هذا السؤال. لدي فقط واحد الاشاره، بما انه يعني اهتم كذلك بعلم النفس الاجتماعي، من المعلوم انه علم النفس الاجتماعي هو فرع من فروع علم النفس الذي يدرس السلوك الاجتماعي للفرد والجماعة. من المعلوم أيضا أن الكوارث الطبيعية تعزز الروح الوطنية داخل المجتمعات وتقوي التضامن بين مكوناتها، ما أبداه المغاربة بدون استثناء من حس تضامني في هذه النكبة يكرس هذا الأمر. هذه الحملة التضامنية تذكرني بواقعة الطفل ريان اللي لا زالت عالقة في الأذهان قبل سنة ونصف تقريبا، والتي أسست لتضامن أو لنقل كرست لتضامن وأكدت التضامن العفوي الشعبي في المغرب. عودة إلى سؤالكم وعطفا على ما قاله الأستاذ العربي بوحفا، واجهنا بعض التحديات كإعلاميين أو ككتاب في منصات إعلامية، كان لزاما علينا التصدي
حملت المغالطات التي واكبت زلزال الحوز، وتلك الفبركة الإعلامية خاصة من الصحافة الفرنسية للنيل من صورة المغربي ومن رموزه الدستورية، وحتى انزلاق بعض المنابر الإيطالية، حتى لا أكون متحاملا عليها، بعض المنابر الإيطالية انزلقت وراء هذه الحملة المغرضة الفرنسية، وتأثرت بالسموم التي نفثتها الآلة الإعلامية الفرنسية. فالحمد لله تضافر جميع جهود الإخوة الفاعلين في الحق الإعلامي، تم التصدي للأخبار الزائفة، أولا من خلال نشر مقالات تنويرية لدحض بعض منهجية الشحن والانتقام التي اعتمدت عليها بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي ما زالت تسكنها العقلية الاستعمارية. والحمد لله يعني تواصلت معنا جريدة ورقية معروفة على الصعيد الإيطالي، يعني من أجل نشر مقال تصحيحي، لأنه أول ما حتى بغض النظر على الجانب الإعلامي، حتى الرأي العام الإيطالي العادي، المواطن العادي، سواء زميلك في العمل أو صديقك أو مسؤول مثلا عن بلدية أو عمدة بلدية، يسألك ويقول لك لماذا المغرب رفض تلقي المساعدات من الدول. فكانت هناك حملة لتصحيح هذا الأمر، المغرب لم يرفض، ولكن المغرب كدولة ذات سيادة يعني حدد أولوياته في البداية، يعني وافق على قبول مساعدة 4 دول، ولم يغلق يعني باب المساعدات، ولكن يعني أهل مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل العربي، ويعني وحتى يعني بعض هيئات الإغاثة التي تشتغل يعني ظاهريا في الحق الإنساني، يعني التاريخ يعني مع الأسف الشديد يعني يذكرنا بهيئات الإغاثة الفرنسية والفساد الذي خلفت ولا زالت تعاني منه هايتي مثلا. لذلك يعني المغرب كبلد يعني ذو سيادة لديه الحق بأن يقبل المساعدات في الوقت الذي يراه مناسبا لقبولها. فكانت هذه انخرطنا في هذه الحملة من أجل تصحيح المفاهيم. طبيعة الحال كانت هناك تحديات أخرى، حتى يعني واصل في نفس المحور الذي أسهب فيه أو أسهبت فيه مداخلة الإخوة. التحدي الأول الذي واجهناه تحدي لوجيستيكي، حيث أنه بمجرد الإعلان على حملة التضامن مع منكوب الزلزال، يعني كان هناك إقبال منقطع النظير من طرف، ولكي أكون صريحا ونزيها، ليس فقط من طرف المغاربة بل حتى من طرف الإيطاليين وحتى من بعض الأجانب المقيمين في إيطاليا. كانت هناك يعني حملة وكان هناك إقبال واسع من طرف الإخوة المواطنين المغاربة المقيمين على هذه الديار، والإخوة الإيطاليين والأجانب، وتم توفير مخازن وضعت رهنا إشارتنا من طرف الصليب الأحمر لتلقي التبرعات العيدية. ولكن يعني كما أسهب الإخوة في تدخلاتهم السابقة، اكتشفنا أنه المساعدات الغذائية التي في البداية تم إدراجها ضمن قائمة المواد التي يمكن قبولها، اكتشفنا كما اكتشف وكما رأى العالم بأسره، اكتشفنا أن المغرب ليس في حاجة إليها، وما مشاهد الشاحنات التي كانت تشق الطرق وهي محملة بالمواد الاستهلاكية يعني إلا خير دليل على كلامي. ف يعني تم توجيه هذه المساعدات يعني إلى طبيعة الحال إلى الفئات
المعوزة من ذوي الدخل المحدود في منطقتنا، لأنه الحمد لله في المغرب يعني الفئات المعوزة أو منكوبي الزلزال ليسوا بحاجة إليها. طبعا مسألة أخرى، وفي دائما من أجل تكريس المبدأ الذي يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، الشكر موصول لإدارة الجمارك التي تواصلت معنا من أجل تنويرنا. أنتم تعلمون أنه كانت هناك لخبطة في الأخبار، وكان هناك تضارب في الأنباء ما يمكن إدخاله للمغرب، هل الأدوية، حاجات الساكنة، هل الطعام ممكن أن يدخل. فإدارة الجمارك مشكورة، كانت لها نشرات تحيينية توافينا يعني بالمستجدات في هذا الباب. من طبيعة الحال أختم بالشق الأخير من سؤالكم، يعني نحن لا نريد أن تتوقف هذه الملحمة هنا، ولا نريد بثاتا أن تكون هذه الملحمة يعني مرتبطة فقط بكوارث أو تكون موسمية لا قدر الله، ولكن إن شاء الله يعني في إطار مواكبة إعادة الإعمار. ونحن فخورون، يعني يكفي أنه صاحب الجلالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله يعني قام بالاجتماع يعني بمكونات الدولة، كل يعني في قطاعه، في القطاعات الحيوية، يعني ثلاث مرات في ظرف وجيز، وقام يعني في بادرة رمزية ولكن لها دلالات يعني كثيرة، يعني بالتبرع بالدم، وقام بزيارة ميدانية إلى مستشفى، وتلكم اللقطة يعني التي تفاعل معها العالم بأسره. ذلك المهاجر الإفريقي الذي عندما رأى جلالة الملك يعني يزوره في المستشفى لم يصدق عينيه، يعني وهب يعني بمعانقة جلالته رغم يعني الآلام أو نعم يعني والله مؤثرة. معذرة، تخيل حال يعني المسير الأفارقة هنا الذين يقيمون في المغرب وهم يشاهدون تلك اللقطة، تخيل. والله الذي لا رب سواه، يعني بعض الزملاء من منظمة أطباء بلا حدود يعني قال لي يعني بلغة أهل البلد باللغة الإيطالية، قال لي أن ملككم ملك إنسان. والله العظيم لغوا دو لومانيتي، ملك الإنسانية. وهذا ليس غريبا على جلالته، وأترك الفرصة لمداخلة الإخوة. مرحبا سيدي ميشاوي. قرأت صباح اليوم مقالا لفضيلة الدكتور عبد الله بوصوف، تطرق فيه، أبدع فيه وأمتع وأقنع، وتطرق فيه لتلكم الحملة المغرضة التي شنتها الأقلام المأجورة للصحافة الفرنسية، ووصفها وصفا جميلا رغم أنه وصف مذموم، ولكن مذموم في جماله، وصفها بأنها عزف نشاز. فهذه مسألة كان لابد أن أشير إليها. مسألة ثانية ولعلي أختم بها، ذكر الأخ حرشاوي مشكورا القوافل، قوافل الشاحنات التي انطلقت من ربوع الصحراء المغربية متوجهة إلى المناطق المنكوبة. مشهد آخر مؤثر هو تلكم الشاحنات التي انطلقت من أقاليم الريف من الحسيمة، التي في يعني تعرضت كذلك يعني منذ سنوات ليست بالبعيدة إلى زلزال. فهذا دليل آخر على أن المغاربة يعني يتضامنون دائما وأبدا. أقول وأختم أن مغرب ما قبل الزلزال لن يكون مغرب ما بعد الزلزال، لأن مغرب الزلزال سوف يكون قويا، وأعتقد جازما أن الشعوب القوية تنبثق من رحم المعاناة، وكذلك بحول الله سوف يكون شعبنا ووطننا. وشكرا لكم على الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا مرة أخرى، أشكر الضيوف الكرام السيدة غفران حجراوي مؤطرة في مجال الأمن بإحدى الشركات الإيطالية، سيدي يونس ميشاوي إطار طبي وكاتب صحفي،
سيدي يونس أفلوس خريج جامعة أورينتال بمدينة نابوليس، سيدي العربي بوحافة اللي كان معنا قبل قليل رئيس تحرير الجالية العربية، وأخيرا سيدي محمد حشاوي عضو الفيدرالية الإسلامية بجهة توسكانا. الشكر موصول لكم جميعا، الشكر موصول أيضا للمشاهدين الكرام، وإلى حلقة قادمة بحول الله.